هاد التقنية يعني نعم هل تصلح لكل الأعمار فيما يتعلق اليوم عاد نتحدثوا على مشاكل البشرة مثلا التجاعيد نعم الخطوط الرفيعة، نعم هل تصلح لكل أنواع البشرة ولكل مثلا فئات العمر أم هناك استثناءات؟ لا، بالنسبه للعلاج الطبيعي اون جينيرال ما كاين حتى شي استثناءات ولا اي مشكل. مثلا الاعمار، نبداو بالاعمار، من سن 26 سنه كيبدا البشره ديالنا تتاثر بالتجاعيد ديال لي زيكسبرسيون كما قلنا. يعني من سن 26 سنه يمكننا اننا نقوم بهذا لاكوليفت ولا الوصف الابر عبر الوجه لتصحيح التجاعيد. من سن 26 سنه يمكننا اننا نقوم بها حتى لاخر عمر، دونك ما عندنا فيه حتى شي مشكل وما كاين حتى شي خطر، ما كاين حتى شي استثناء بالنسبه للحالات ولا بالاعراض ولا الامراض ولا اي حاجه، غير الناس اللي عندهم الفوبي، تخوف من الابر. هنا فين كيكون مشكل، هنا حتى بالنسبه للانجكسيون ما تيقدروش عليها. بالنسبه للعلاج هنا ما كنديروش لهم الابر، كنقوموا غير بدي فونتوز بدي مساج الوجه كافيين. بالنسبه لهذا التقني ديال لاكوليفت، بالنسبه للناس اللي كيخافوا من الابر هما اللي عندنا فيهم مشكل. بالنسبه للنساء الحوامل اسين كلهم انهم يديروهم، لان ما كان انجكتي والو، ما كان يديروا حتى شي ليكيد لا حتى شي حاجه، كيكونوا هذوك الابر بواحد المساج للوجه. يعني ما كاين حتى شي خطوره لا على الام ولا على الجنين. نعم. يعني كاع الاعمار وكاع الحالات وكاع الناس كاع الامراض زعما يكون مصاب باي مرض، الا كان تقيحات بيان سور الوجه في الجلده، لي زاليرجي او الحساسيات اللي تيكونوا بعض المرات من المواد اللي غنقدروا نديروا لي كريم ديال الترطيب او الزيوت اللي غنديروها. هنا كنقدروا اننا نحيدوهم، لان كنديروا واحد لو تيست في الاول باش نعرفوا واش كاين حساسيه من هاد المواد اللي غادي نديروا، اللي هي دائما طبيعيه 100% مصنوعه على يدينا، اللي كنقدروا نقوموا بها مع هاد الوقت الابر.